أكبر من زعامة طائفية أو وراثة سياسية، هي مسؤولية وطنية عم تنتقل اليوم إلى تيمور جنبلاط. تيمور ابن البيت الجنبلاط العريق في السياسة اللبنانية، شاب يلي تخصص بالعلوم السياسية والتاريخ بالجامعة الأمريكية ببيروت وفي معهد العلوم السياسية بباريس، بعد أن درس بالإنترناشنال كوليدج عم يدخل اليوم إلى ميدان العمل السياسي من بابه العريض، من باب الزعامة الجنبلاطية يلي عم تنقله مسؤولية نيابية بعد ما نقلت له مسؤولية متابعة شؤون الناس. فتيمور جنبلاط ابن 36 سنة صار اليوم المرجع لأبناء الجبل يلي بيقصدوه كل سبت بالمخطرة والتليتة بكليمانسو لرفع شكواهن ومشاكلهن. هذا تقليد تاريخي قديم حقيقة، درج الجنبلاط ودار المختارة أن تكون مفتوحة لاستقبال جميع المواطنين بكل الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية الصعبة، ولم يكن هناك انقطاع أبدا، وتم تناقل هذا التقليد من قيادة إلى قيادة، والآن يستمر تيمور جنبلاط بعض النائب والجنبلاط بالحفاظ على هذه العادة، انطلاقا من القناعة بضرورة العمل المباشر مع الناس الذي نادى به كمان جنبلاط من الأساس. كل مراجعة بيحكوا مع الأستاذ تيمور فيها، في فريق عمل طبعا مش أنا لحالي، كل النواب والأساتذة الموجودين هون رفاق بيساعدوا، كل ملف بيتحول عند شخص مختص أنه يتابعه، كل ملف يصل إلى حيطه، يعني إلى حيطه يجب. مئات الملفات بيستلمها تيمور كل أسبوع باللقاءات الشعبية، ولعل القراءة والاستماع إلى الموسيقى وهن هواياته الأساسية ساهموا بتنمية مهارة الإصغاء وصفة الهدوء لديه. شخص بهيدا الصبر الطويل لأنه يقدر يتحمل كل جمعة بحدود 1000-1500 شخص عم يجي يسمعنهم لمشاكلهم وهمومهم، لشاب عمره بعد لا يتجاوز 35 سنة، عن جد هو جبار وحمل كتير كبير بالنسبة له. بيك هو أمل الشباب، يعني مثل تقولي جددنا شباب حتى بالقيادات، على مستوى القيادات صار في شباب كتير. نحن حاطين كل أمالنا فيه وعنا ثقة تامة إنه عن جد رح يحقق هيدا الطموح اللي عنده. تيمور يلي بفضل البساطة بحياته الشخصية واليومية ما رح تتركه تعقيدات السياسة اللبنانية، وهو وإن بأكد بأنه ليس كمال التاني أو والد التاني، وبأنه سيكون تيمور جنبلاط بشخصيته المستقلة والمتميزة كيف رح يتمكن من قيادة الزعامة الجنبلاطية بكل مسؤولياتها وسط مطبات السياسة اللبنانية.